ايه ما فينا نكون بحلب وما نمر على شغلة بتطربنا وبتسعدنا وبتاخذنا لأجمل اللحظات وقت بنكون بحلب. بنحكي عن القدود الحلبية، عن تاريخ عريق بالطرب والأغاني والقصيدة الحلبية المعروفة بشكل كتير كبير. ولحتى نحكي هيك بشكل موسع عن المرشحات الحلبية، عن القدود الحلبية، وأيضا عن الأغاني الحلبية، معنا السيد عبد الحليم حريري، نقيب الفنانين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا سمير، فيك. أهلا وسهلا فيكم والمنشد بحلب. محمد حمامي، يسعد صباحكم. صباح الخير، أهلا وأيضا وسهلا. الفرقة، يعطيكم العافية يا شباب، وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا، سعيد صباحكم. يعطيكم العافية يا رب. صباح الخير، صباح خيرات، كيف شكرا بخير. على الاستضافة الحلوة. نحن بالبداية جاهزين إنه نسمع شيء؟ أكيد. يلا شيء من الصبح. تحية من حلب لكل السوريين بذكرى الانتصار من سوق السقطية، معكم تفضلوا. أن الصوارم والقنا، ومن عجبي أن الصوارم والقنا تحيض بأيدي القوم وهي يعطيكم العافية ويسلم الصوت. عن جد الله، يعني هيك دغري فوتونا بجو حلب. نحن على الطريق ونحن جايين كنا عم نسمع الأغاني الحلبية لأنه عم نتحضر لهالأجواء الجميلة، لهالموسيقى الرائعة، للأصوات الحلبية المعروفة بجمالها. يا رب هلا بنزقكم الأستاذ محمد من أجمل أصوات حلب ومن أكثر حفيظة حلب، عم بيقولوا حافظ يعني حفيظة بنقول عليهم حلب. نعم أستاذ واحد منهم والأستاذة كمان الكرام. والنعم أكيد بدنا يعني أكيد نرحب كمان بالفرقة. يسعد صباحكم عن جديد. يعني بالبداية أهلا وسهلا فيكم. اليوم نحن حابين ناخذ أكثر وقت ممكن مع حضرتكم. بالبداية أستاذ خلينا نحكي مع حضرتك عن الموشحات ونعرف الناس عن أنواع الموشحات، والأستاذ محمد أكيد هو رح يقلنا إياها ويسمعنا إياها بصوته الرائع. الموشح طبعاً نوع من الغناء، نمط غنائي وافد إلى حلب،
وفد إليه من أندلس، وفد بشكل بسيط يعني حتى ما ندخل بتفاصيل كثيرة. هو شعر منظوم بطريقة خاصة غير موقع، يعني مو ما ليس على أوزان الشعر، ولكن بتوقع أو بصير له وزن عن طريق الموسيقى. لذلك الموشحات إيقاعاتها متعددة وكبيرة، وأحيانا بتكون طويلة 24 على 4 و 12 على 8 وهالكلام. فإجا لحلب صغير وبسيط، بس من مقام ما مقام، يعني نحن نعتبر المقامات اللي ما فيها عربة الشرقية أو العلامة الشرقية. وبحلب دخلون، نحن دخلنا بحلب العلامة الشرقية، ودخلنا خانة سميناها غطا. هو الجمالية رح نسمعك الله شو أول شيء موشح أندلسي الأستاذ عن شكل موشح أندلسي كيف هو نمط واحد. بالبداية مين اشتهر بالموشح الأندلسي بما أنه عم نحكي على الأندلسي من الحلبية؟ نعم. حلبية كلهم بيغنوا. نحن بيغنوا الأندلسي مع حلبي واختلطوا ببعضهم. هلأ كل الحلبية مختلطوا فيهم إن هذا حلبي الأندلسي. هلأ بدنا نسمع شيء أندلسي ونرجع نسمع بعد حلبي على شكل أندلسي. لا. أيوة شكل موشح أندلسي. إنه نمط واحد، يعني بيكون نمط واحد، يعني جملة واحدة موسيقية من مقام واحد ما فيها تغييرات. بينما الحلبية بحبوا دوما يغيروا ويلعبوا بالمقام ويظهروا مثل ما بقولوا نحن بالموسيقى عضلاتهم، تظهر عضلاتهم. معلها هي أحلى هي العضلات الحلبية. يلا نسمع أول شيء. جادك الغيث إذا الغيث أما جادك الغيث إذا الغيث أما جادك الغيث إذا الغيث أما يا زمان الوصل بي
بالضبط. نحن كنا رح نشارككم شوي ثاني انا ليه بس صوتنا ما بيساعدنا، خفنا نخرب عليكم شوي. لاحظتوا ان هذا كمان موشح فيه حلبيه، فيه الليالي، فيه كذا، الحلبيه اضافوا عليه يعني شكله أندلسي لكن حلبي. راح نحكي عن مضاف له حلبي. بس قديش حفظوا الحلبية الموشحات يعني قديش يعني قدروا انه هن يتأقلموا مع شيء هو ما من المدينة ولكن قدروا يتأقلموا حلب على مر التاريخ كانت هي بوتقة الموسيقى، يعني بمعنى كان كل الموسيقات الوافدة تجي لحلب وحلب تاخذ هذه الموسيقى تمتصها وتطالع موسيقى جديدة منها. في كل الموسيقات حتى الموال حتى كل شيء دخل حلب تحول لشيء اخر. طب قبل ما ننتقل للنوع الثاني بدي احكي مع الاستاذ محمد، اول شيء يسلم هالصوت وتحيه عن جديد للفرقه الموسيقيه. دائما خلال يعني غناء الموشحات بيكون معنا بالفرقه آله الطبله فقط او ايقاع فقط؟ لا. طب هلا لا هلا اليوم نحن بس معنا ايقاع، بس ايقاعات اوكي، يعني ظروف يعني ضمن ظروف تسجيل تماما اوكي. شو هن الالات اللي بتكون بتدخل ضمن الموشحات الشرقيه؟ نعم قانون عود يعني ممكن كمان طبعا موجود الناي اساسيات، يعني قانون عود ناي اساسيه اضافه للايقاع. ايقاع طبعا موسيقى كمان بدنا نسمع شيء هلا موشح المشح سمعناه الاستاذ مجدي العقيدي بحسه كيف استخدم الليالي، يعني طريقه جديده حتى هو الليالي الموشح، الليالي ما بتنحط موشحات وحط الليالي، الليالي وهالكلام. والله نسمع الاستاذ الكبير وشاح حلب اللي هو يعتبر اكبر وشاحي حلب الاستاذ عمر البطش، رح نسمع له اخر موشحاته اللي عملها بحياته. هو قلت له لما ما استاذي احسن ما كنا نشوفه الجماليه في هذا الموشح وفي الخان الثاني حسره الدمج والتجديد. نعم يلا تفضل. قلت لما غاب عني نور مرآك المصون، قلت لما غاب عني نور مرآك المصون، شفني والله سقم في
شاء الله. هذا المرشح بالذات مدرسي. أنت بتلاحظوا كيف تنوع الإيقاعات السرعات. نعم. بعدين فيه شغلي إني هو دوما نحن المرشح الحلبي بالخانة الثانية بترك حرية للمطرب مثل ما سوى الأستاذ هلا. الأستاذ سوى غير لحن. ارتجل هلا. حاليا ارتجل لحن يعني. هلا رحنا قاعدين لحن. جمل خاصة فيه هو. يعني غيره ما بقولها. وبالتالي أي مطرب حلبي آخر أخذ سبعين منه المرشح نفسه بغير شكل بالخانة الثانية. فهي الإبداع الحلبي إني دوما في فسحة للمطرب ليعطي إبداع آني فوري اسمه طيب ارتجال. طيب أي حدا أو أي مطرب صوته جميل هو قادر إنه يقول موشحات؟ بالتأكيد لا. أكيد لا. شو هي الشروط لك اللي لازم يمتلكها؟ شو الأداء الموشح؟ أول شيء أنت ياكل مقام يعني يعرف المقامات وكيف بتتأدى وكيف الحركة فيها. هلا لما هو حاليا الأستاذ فرد بالمخانة الثانية استخدم مقامات متعددة ركبها بشكل علمي فوق بعضها ورجع للمقام الأساسي بشكل كمان علمي. هذا ما بيمتلكه أي سار. هذا زمان كان دارس وحافظ وعنده ذخيرة عالية من الثقافة الفنية وكيف بيركب المقامات مستحيل يقول. بحفظ بصم على المطرب العادي أي مطرب بحفظ أغنية مثل ما هي وبطلع بأديها. ولكن الحلبي بالذات أقل مطرب حلبي لازم يكون يفهم بالمقام وعلمه وطريقة التحرك فيه. حركة المقام كثير صعبة. تمام. نحن رح ننتقل من الموشحات على القدود الحلبية يلي يعني بكل الوطن العربي فينا نقول معروفة محببة إلى قلوب الكثير من الأشخاص. خلينا نتعرف على نشأة القدود الحلبية تاريخها لكثير من الأشخاص يلي ما بيعرفوا كيف صار هالإبداع الموسيقي هالإعجوبة الموسيقية. القد الحلبي هو أول شيء نحكي شو هو؟ هو لحن بسيط من جملة واحدة أحياناً ونكتب تكون من جملتين موسيقيات بإيقاع خفيف عشان الناس محبة للقلب يستخدم في الأفراح في الأعداد الحلوة كالحلبية. طبعاً هو كان أغاني شعبية أصلاً. قد الحلبي هو أغنية شعبية أصل كانت أغاني شعبية. فالقسيس مار فرام سرياني في 300 ميلادي فكر من الناس ما تجي على الكنيسة كتير فكيف تجذب الناس للكنيسة؟ فأخذ هذه الألحان الشعبية الجميلة وصار يحط التراتيل على اللحن يرتل على نفس اللحن اللي بحبوه الناس. وبتصير الناس تحب تجي تشوف شو القصة كيف عم تترتل هذا. فصار في جذب للمتدينين الكنيسة عن طريق هالغناء. مع الزمن لما صار دخل الدين الإسلامي لمنطقتنا صار العكس تماما. صار المسلمين يلحنوا ديني. قد ايه عمره هذا الحكي تقريبا؟ 300 ميلادي بدي. فصار يلحنوا ديني وبعدين يقلبوا هذا الكلام الديني لكلام غزلي او حتى كلام احيانا بتلاقيه بسيط او احيانا من الحياة من الحياة اليومية. هلا اذا بتلاقي بالقدود الحلبية بتلاقي كلام ركيك احيانا هالمقطع ما له علاقة بالمقطع الاخر. ليش؟ لان الناس عاديين مركبينه هون شعراء. بعدين مع تطور الزمن صار في شعراء تعمل مثل امين جندي مثلا الحمصي صار يكتب شعر للقد الحلبي. هذا سوى القد الحلبي ارتقى فيه مثل ما لما سمعنا هيمتني هذا شعر مرتقى يعني فيه فصحى فيه كلام جميل. بينما القد الاصيل ما فيه كلمات فصحى كلمات عاميه واحيانا ركيكه احيانا مركبه بشكل ما له معنى. احيانا تشوف التلفزيون مركبين على بعضهم شو مركبه هي بهي كذا. طيب الناس مبسوطه وحافظتها هيك فالناس ما تفكر بشو عم بحكي المطرب او شو عم بقول كلام. هو اللحن الجاذبون هو الجاذب الاساسي للناس هو اللحن. جمله بسيطه اللي هي جمله يمكن سطر واحد بس انت بتحبيها كثير ويمكن تعاد عدت كلمات. بس في شغله مهمه ان القد ما بيجي لحاله. ما بتقدر تعملي قد واحد توقفي لازم تعملي مسلسله قدود من اثنين او ثلاثه حتى بصير لحن. لهيك سميت القدود. ما بتقدر تعملي قد واحد. قد واحد بيطلع كثير بشع. نعم. شغلة صغيرة بس لما بتوصلي مع قدين رخام بصير في لحن. يعني جملة فوق جملة فوق جملة فوق جملة أربع خمس جمال أربع خمس قدود. نعم. صار في عندي لحن جميل. تمام. نحن أكيد رح نسمع مع الأستاذ محمد وصلت قدود صغيرة. وصلت قدود ولكن خليني نحكي شوي ما أنا حابب بدنا نحكي. يعني سألته بالبداية للأستاذ أو للمايسترو إنه أي حدا فيه يقول موشحات اللي لا. أنت حضرتك مين اكتشف موهبتك وكيف تدربت؟ مين كان الراعي أو المثال لمحمد اللي أنت وصغير تمنيت تكون مثله وكيف تدربت وكيف وصلت بهذا الأداء الحلو؟ هلا بداية أنا طفل صغير يعني عمري 3 سنوات تقريبا. والدي الله يطول بعمره اكتشف صوتي. الله يخلي لك. إنه جميل. الله يسلمك. اكتشف صوتي جميل فصار يجيب لي كاسيتات اسمع موشحات اسمع قدود اسمع ادوار ليالي. فانا حبيت الامر هذا. عمر 5 سنوات
كنت حضران بحفل زفاف كان الاستاذ الله يرحمه صابرين مدلل رحمه الله، كان الله يرحمه كان عرس يعني من اقربائه، فانا عمري 5 سنوات طلعت اديت مشرح يا فاتنة الغزلان عفوا هاتيها يا صاح وبعدين يا فاتنة الغزلان. لما سمعني اكتشف كيف حفظتون كيف حفظتون عن طريق السماع بالكاسيت قد ما سمعتها تماما كوبي فوتو كوبي هو كان كثير صغير يعني كوبي يعني صغار بحفظ كوبي يعني ما في بحفظها بصر يعني عمري 5 سنوات ماسك الرق عم دق بالرق وبغني الله ما شاء الله بالايقاع تمام. فلما اديت سمعني قال له لوالدي يعني اماني برقبتك تحفظه تعلمه قران تحفظه نوطه ودخله بمعهد موسيقي لحتى يعني بده بالاخير يصير فنان نعم. يعني وقت عم يقول مايسترو انه انت من اهم الحافظين معناتها من انت وصغير يمكن وصغير. لهيك هي يعني وصلت لهالمرحله اولا هي عشق يعني قبل ما انا اتخذ انه انا مهني ولا اغني هي في عشق حب في حب الموضوع فانا لما حبيت هالامر هذا تميت استمر فيه معهد موسيقي اساتذه خاصين نادي شباب العروبه الاستاذ الله يرحمه يعني تعددوا الاماكن المدرسين بالاخير طلعنا بهالخلاصه ان شاء الله بنشوفك بالعالميه شكرا يلا الى نسمع خلينا نسمع يلا خدود شو نسمع نعم خدود اسمع خدود بس خدود اللي حبيت بعت لك الراقي يعتبروا يعني نعم. فيها كلمات حلوه جميله والنبي يما سمعنا يا نرجع نسمع اذا بدكم مره ثانيه نحن قد ايه مبسوطين وصاحبين المحلات قد ايه مبسوطين اليوم على المياس يلا يلا قدك المياس يا عمري قصينا الباب قدك المياس يا عمري حبيبي بجنينة والورد مخيم علينا أنا وحبيبي بجنينة والورد مخيم علينا أنا وحبيبي بجنينة والورد مخيم علينا أنا أنا انا وحبيبي بجنينة والورد مخيم علينا انا وحبيبي بجنينة والورد مخيم علينا انا 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 وحبيبي بجنينة والورد خيم علينا طلب مني وصاله يا ربي تستر علينا قدك جل من سواك يا قمري الله يعطيك العافية لا أكيد بدنا نحكي بدنا نحكي أكثر عن القدود نعم هلا هذا القد أحد الأشكال اللي جديدة اللي عملوها الحلبية اللي كرسها الأستاذ صباح فخري اللي هو فيه تحية تفريد أكيد تحية للأستاذ الكبير طولنا بعمره الله يطول بعمره هو من يعني من أهم المطربين اللي أطروا
القد بشكل معين بحيث اني اذا بتغنيه بغير طريقه صار الناس ما تقبل، صار بدها الطريقه اللي غناها هو ربطت العالم بصباح ورقصه ورقصه. بس هذا القد بالذات طريقه الارتقاء احيانا بالمقامات وبالوقفه وبالتغيير الحركه والمطلب ياخذ حريته. هو الاستاذ صباح فخري اكثر واحد مارس هالعمليه بني هو شيخ الكار. ما كانت قبله هي هي الحريه بس ما ثبت كان قبل يقولوا مثلا فرضا الحركه الموسيقيه او الارتقاء الموسيقي او اللعبه كل مره شكل. يعني قلت لك الحلب مشترين بالارتجال وفي علم كثير، فالمطرب حتى يبين علمه فبرتجل بلحظته بلحن. بقول بتطلع لعبوا الاستاذ بلحظته بقول شغله جديده ما كان إلى قبل او خلى خطط له. الاستاذ صباح خليك ما هيك، لا كان يعمل يساوي كل ما ارتجل شغله جميله يمسكها ويتمع بغنيها فتتكرس تصير كاني لحن ملحن، بس هي اصلا ارتجال. يعني ارتجل في حفله ما او في موقع ما خطر له قال هالكلمه فعجبته فعافى فثبتها، فصار كل واحد يحفظ صباح فخري لازم يحفظ، او القد صار يحفظ هذه الحركه اللي عملها صباح فخري كل مره شيء جديد. فصار صباح فخري صار هو ملحن لقد ملحن جديد للقد نفسه. وقت بنحكي عن القدود بنحكي عن اهم من غنى القدود، خلينا هيك تعطينا بعض الاسماء. يمكن في اسماء كثير غنت قدود حلبيه جميله ولكن ما انعرفت عربيا اذا بدنا نقول بالشكل اللي يجب ان تعرف فيه. نعم في نوع من المنشدين، نعم في نوع مطربين. المنشدين مثلا نحكي من الاستاذ محمد جنيد، بحكي جدي الاستاذ صبحي الحريري كان كبير منشدين مثلا زوايا الهلاليه وزوايا حلب، وبحكي مثلا عبد القادر حجار، بحكي صبري الدلل، بحكي مطربين طبعا صباح فخري، محمد خيري، هدول كبار كبار، مصطفى ماهر، كثيرين. على جماعه عدت لك كل الحلبيه مطربين خصوصي الكبار، بس تموا مشكله الحلبيه اللي ببقوا ضمن منطقتهم، يعني اشتهارهم ضعيف، عمله الاعلامي كان هذيك الايام ضعيف. الوحيد اللي قدر يظهر للعالميه بشكل كبير هو الاستاذ صباح. نعم تمام. اكيد بدنا نقول تحيه كثير كبيره للاصوات الحلبيه يلي ذكرت بعض منا استاذ، يعني هدول كلنا بنرفع راسنا. طبعا بعتذر على ما ذكرته اذا اكيد حدا اكيد. لا نحن بدنا نوجه لهم تحيه بشكل عام. كل شيء غنى قدود وقلنا امور تمام ووصلوا الى العالم. خلينا نحكي قبل ما نروح لنسمع قدود معك استاذ محمد، نحكي اكثر القدود وصلت الى العالم. كيف تصدرت هاي الخطوات؟ جماليتها شوفي اي جمله موسيقيه اللي ما بتنبع من بيئتها ما بتنشهر، بتكوني محليه حتى تنشهر العالميه، بتكوني محليه جميله. هلا صابون الغار اذا الا دوين ما كان ما حيطلع مثل صابون أيوة. نفس لو كان بنفس المواد ما بتطلع نفس الريحه. في شيء اسمه النفس وفي شيء اسمه سر صوت اهل حلب. طبعا ليش عن جد في اكلاتهم طيبين كل الاكلات؟ هلا لا بيقولوا كل المي بيقولوا المي بيقولوا المي بيقولوا الطبيعه شو السر انه فعلا كثير في اصوات جميله بحلب؟ بكل بيئه في تراكم ثقافي حضاري. انت ما صرتي هلا تحكي بهالطريقه الا ما هو تراكم حضاري، فبالتالي كمان الغناء بيكون تراكم حضاري. يعني عبر مئات السنين الناس عم بتغني بطريقه ما بتحب، يعني بيطور نفسه الغناء للبيئه. يعني انا بكون عم بغني الناس بس ما بتحب فبغير مشان يحبوا الناس. فكل كل فتره بتلاقي في جمله موسيقيه بحبوها الناس. مثلا ايام زمان مثلا بمصر كانوا يحبوا مثلا الدور، طريقه غناء الدور وجملته الموسيقيه الطويله. اذا بتلاحظي كل ما تتغير حسب الاختراعات حسب التطور الاجتماعي الحضاري فبتتغير جملة الموسيقية بس ضمن البيئة. هالتطور الطبيعي للجمل الموسيقية بتلاقي تطور طبيعي آخر. هالتطور الطبيعي إذا كان نابع فعلا من الأصل يعني من السلسلة نفسها فبتبقى محبوب متطور وعالي المستوى، وبالتالي إذا في واحد عنده قدرة يظهره للعالم بينشهر مثل أي موسيقى عالمية. أنت تسمعي أحيانا بتنبسطي منها، ممكن تكون صينية تسمعي جملة بتنبسطي، صيني أو بلغاري تسمعي جملة بتقولي الله ما أحلاها، بتكوني نابعة من ضمن هالبيئة اللي عم بحكي عنها. التطور التاريخي الأصيل للجملة الموسيقية في المنطقة، لأن كل منطقة لها جملة موسيقية. نعم. هلا نحن في سوريا في أكثر من جملة موسيقية، في جملة ساحلية، في جملتنا، في جملة الجنوبية، في جملة الشرقية. يعني حتى طيب كل منطقة هلا إذا بسمعي جملة مثلا غناء أهل الساحل أو الجبل غير غنائنا، طيب غير غناء البادية. صح. في شغلة نحن حكينا عنها إنه حتى الموال أهل حلب غنوا بطريقة مختلفة. طب هلأ بدنا نسمع موال وقدود مع بعض شيء هيك تأخذونا في العالم آخر. يعني الموال الحلبي ليش غيرتوا؟ الموال إجا من بغداد بيقولوا اخترعوا البغداديين. نعم. عصر العباسي. نحن لما أجا لحلب طورناه وسوينا شيء اسمه الموال السبعوي. في عنا المخمس
المخمس طبعا مسوي بغير اماكن كمان، بس سبعاوي بالذات هذا خاص بحلب. نعم. هو بتالف من سبع شطرات، اول ثلاث شطرات على روي واحد بحرف اخير واحد وبمعنى مختلف، يعني كلمه ثلاث مرات تتردد ولكن بمعنى مختلف. برجع للمقطع الثاني ثلاث كمان شطرات كمان بكلمه مختلفه بحرف روي مختلف ومشترك يعني بنفس الكلمه ولكن بمعاني مختلفه، وبتقفل اسم القفله او الغطا بالسابع اللي هو بنفس كلمة الروي الأول الشطر الأول مع روية ولكن بمعنى آخر. يعني عندك سبع معاني كلمتين ولكن بسبع معاني. واللحن شو؟ واللحن هل إبداع المطربة يعني الموال بالذات بتعتمد على الارتجال. هلا في حاليا بعد الإستاذ صباح حتى بالكلمات؟ لا كلمات ثابتة ولكن بس في شغلة الإستاذ صباح فخري كمان الله يطول صح ولا كمان ثبت بعض المواويل بطريقه بحيث صار اذا واحد بيطلع عنا الناس بيقولوا عم بغلط، هو ما عم بغلط هو عم ببدع. لكن فنحن هلا رح نسمع موال الاستاذ ان شاء الله يأدينا بطريقته هو يلا اي طريقه من المقام اللي بيختاره. على فكره نفس الموال ممكن ينقال اكثر من مقام باكثر من لحن. امانا 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 يا ياباي شهبا شهبا ارض المجد كانت على المدن جنة يا بشهباء أرض المجد كانت على المدن جنة يا بين العوالم تسمع صيتها جنة يا بويل يظلم الشهباء ربي تحرم الجنة يا 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 باي موعود بوصالكم شبه الشريد وعود يا من هواكم ذح العظم ورج العود امتى يا رب السماء لديارنا من عود وننظر الى الشهبة ونشوفها جنة يا يا حبيبي امين اوف يا با يا با اوف يا با يا با يا مال الشام ويا الله يا مالي طال المطال يا حلو وتعالي يا مال الشام يا الله يا مالي
هلا لاحظي القد، هذا القد كثير متطور. هذا قد فيه اكثر من جمله، فيه مجال للعب المطرب، شفتي شلون غير ولعب فيه وساوى غير بقى. شفت شلون؟ بينما في قدود بسيطه كثير، وفي قدود هلا الموال، حتى الموال واضح، يعني الناس خارج حلب بيعرفوه. في عندنا مواويل بحلب في تعابير مستخدمه مغرقه في العاميه، فبالتالي ما بتفهموا عليها. يا صاح جحي خزا جوا الحشا ومده. معلم نسمع يعني يا صاح جحي خزا جوا الحشا ومده. جرحني. متي بهواك مالي بزمتك مده. ايوه. يكفى تجافي على طول يكفى تجافي على طول الزمن مده. مده. كمان بحلب كثير انحكى القصيدة، يعني القصيدة المحكية لها كثير دور كبير. يا ريت معنا وقت يا ميسان، يعني نحن رح نبقى شي 4-5 ايام، نحن اكيد رح نشوفكم مرة ثانية، وللأسف يعني مبسوطين من سوق السقطية هيك، العالم عم يفتحوا الدكاكين وعلى صوت الأستاذ محمد اللي كثير حلو. شكرا شباب، يعطيكم ألف عافية، وشكرا كثير، والله يحمي لكم أصواتكم، وشكرا كثير لكم، شكرا كثير لوجودكم، شكرا كثير لكم، وشكرا لهالصباح يلي مفعم بالطاقة الحياة، أضفتوا لنا السعادة أكيد إلنا ولكل الأشخاص يلي عم يتابعونا. هي الأغاني، هي القدود بتعمل روحانية كتير كبيرة، والموشحات أيضا. شكرا كتير لكم، شكرا.